الخط الساخن صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي، معك سارة، اتفضلي يا فندم. هكذا تقوم سارة بالرد على المتصلين عبر الخط الساخن 16023 الخاص بعلاج الإدمان التابع لصندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان، بعد تلقيها دورات تدريبية للتعامل مع المرضى، حيث يتلقى المكتب ما يقرب من 300 اتصال يومياً، واستطاع الصندوق أن يقدم خدمات العلاج ل 130 ألف مريض عام 2019. إحنا هنا بيقدم خدمات علاجية أو مشهورة عن طريق الرقم بتاعنا 16023، سواء الخدمات العلاجية إن إحنا بناخد من المريض بيانات، إحنا طبعاً علاج سري تامة، بناخد منه بيانات، بعض البيانات زي المحافظة أو السن أو طبيعة إن هو قبل كده راح مستشفيات أو لأ، وإيه المواد المخدرة اللي بياخدها ومن كام سنة. طبعا ده كله في سرية تامة، ما بناخدش اسمه خالص. بنقدر نوجهه بعد كده للمستشفى حسب المحافظة بتاعته والأقرب ليه. احنا عندنا 23 مركز في المحافظات. وطبيعة تانية المشهورة، سواء كنا بنقدم للمريض ان هو لو عنده مشكلة ازاي ان هو يقدر يتخطاها ويتجاوزها خالص، او كان سواء اهل المريض برضو بيتصلوا بينا احنا ازاي نتعامل مع المريض الادمان، احنا هنقدر نتعامل معاه ازاي نتجنبه، ولا ايه الخطوات اللي احنا نقدر ان احنا نبقى قريبين منه برضو في فتره علاجه. في ناس بتبقى خايفه ان هي تيجي تتحجز، فبنطمنها ان مفيش حاجه بتتم غصب عن المريض، كل حاجه بتتم بناء على رغبته. وبعد ما المريض حد من اهله مثلا قريب بيوصل له الكلام ده وبيقتنع بيه، بيتصل بينا تاني وبنعمل له حاجه اسمها مقابله دفعيه عشان نعلي رغبته في العلاج. ويقدم الصندوق الرعاية الطبية الكاملة لمرضى الإدمان من خلال 23 مركزا منتشرين في عدد من المحافظات، كما يقدم الصندوق خدمة ما بعد العلاج. احنا قدمنا 130 ألف خدمة علاجية ل 130 ألف مريض في 2019، وعندنا 23 مركز على مستوى الجمهورية، وإن شاء الله هنتوسع في المراكز دي عشان يبقوا 29 مركز بنهاية العام الحالي. بعد كده بقى المريض اول ما بيجي يتصل عشان يتحول لاحد هذه المراكز، بنبتدي ان احنا نعرف المركز الاقرب ليه ونحوله لاحد هذه المراكز حسب المكان اللي هو ساكن فيه وحسب السن وطبيعه الماده اللي هو بيتعاطاها. بالمجان وسريه تم يقدم صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي خدماته للمرضى، سواء العلاج الدوائي او النفسي او مرحله ما بعد العلاج، من خلال مرحله التاهيل المجتمعيه لاعاده المريض بصوره سويه للمجتمع. شيرين مجدي، إكسترا نيوز.